صباح الخير. يا عم جبنا عصايه محمود. وجايه كده يا عمده. اسمك ايه؟ روبي محمود علي. امسك كده. اسمك ايه؟ روبي محمود علي. روبي محمود علي. ايوه. اسمك حلو يا عم روبي. الله يكرمك. قول لي بتعمل ايه هنا؟ انت جبنا العصا دي جاي بترايس علينا؟ بنشغل. قول لي. بنشغل يا قال طبعا. قول لي بتعمل ايه؟ انت رئيس العمال. ايوه رئيس العمال. وبتدي العامل كام في اليوم؟ بياخد 40 جنيه. بس. ليه؟ اهو. بيشتغل كام ساعة؟ حسب الجو خمس ساعات. خمس ساعات. أيوة. من الساعة كام بتبدأوا الشغل؟ بنبدأ هنا من 6. من 6 الصبح؟ 6 ونص. لغاية الشمس ما تحمى كده وخلاص. لغاية الساعة 11. ده في جامع القطن. ايوه اخرنا 11. أيوة. اخرنا في جامع القطن بس. ايوه. وانت بقى بتحاسبه على الـ أيوة. على الـ أيوة. على كمعامل او يعني طبعا. انت رئيس انفار. ايوه. انت مأمور الانفار. أيوة. وانت اللي بتتفق معاه. طبعا. هو اللي يجيب لك. بتلاقي عمال ولا في؟ لا موجودة ان شاء الله. موجودين. موجوده معايا. موجوده يعني في عماله في الارض وفي كذا موجوده. طبعا موجوده. ولا بلاقي صعوبه فيها ولا ايه؟ لا ما فيش صعوبه ولا حاجه. البطاله ما تبطلش ابدا. البطاله؟ ايوه ما تبطلش ما تقفش. كله شغال. كله شغال. شغالين الحمد لله. شغالين على الارض لحد ما المحصول بيروح البيت. وبعدين نجهز الارض اللي بعديها. وبعدين نجهز اللي بعديها طبعا. حضرتك عندك اولاد ايه؟ انا؟ عندي 7. انت 5 وانت 7. طبعا. ده انت عندكم عيال اكتر من الارض. ما شاء الله. ما شاء الله. ربنا يبارك. بص الحمد لله 7 ربنا يبارك فيهم يا رب ويديهم لك بركه ويحفظهم لك. معلم منهم 4 دكاتره. معلم 4؟ 4 منهم كليات. كليات ايه بقى؟ فيهم كليه تربيه وتعليم. انصح منك اهو. انصح منك. الحمد لله. امكانيات ايه؟ انصح منك اهو. بالراجل مقاول انفار وشغال وشيء. لازم يكافح عشان الشقه باينه على وشه اهو. بس ما شاء الله ربنا يبارك فيك. احمد ربنا. وكليات ايه اولادك؟ كلية التمريض وكلية التربية وتعليم والتانية كلية التجارة والتانية شغالة مهندسة إن شاء الله بإذن الله. بص بقى الأربعة الحمد لله. الحاج روبي نحمد ربنا ونشكره ما شاء الله. أنا أقول لك حاج روبي عنده 7 عيال. هم كتير يا حاج روبي. بس طالما جم لازم نقول يا رب. فضل من الله. لكن أقول لك يعني عموما ولادك بقى لما يتجوزوا هيجيبوا 7 برضه؟ والله بقى هم حرين. حسب النصيب بقى. طب انت نصيحتك يعني نصيحتك ليهم ايه؟ حسب النصيب. لا النصيحة بقى تنصحهم. النصيحة؟ والله النصيحة. لا والله بجد. لو تصالح حلو. الايه؟ هم 2 3 كفاية مع العيل. لا بتكلم والله بكلم بجد. سيبك من التلفزيون والكلام ده كله. ماشي. يعني انت جبت 7 عيال. ايوه. وانت يعني بص شقيان عليهم. الحمد لله والله. بس ربيتهم وعلمتهم وتم زي الفل. طبعا فضل انت عم تبص على سرحان في سرحان في الله سبحانه وتعالى. سرحان في الله يا عم. سرحان في الله اللي بيشرح اللي بيشتغل. وربيتهم تمام. بس انت لما يجي البنت تتجوز ولا تتجوز فانت بتدي له نصيحته خلاصه خبرتك طبعًا. تقول له بقى يعمل ايه؟ يخلف يا ابن قدك ولا انا بقول لك يعني مش بحط كلام في بقه. لا حسب امكانياتهم بقى. حسب الامكانيات بتاع الانسان. لكن خبرتك بتنقلها لهم ايه؟ يعني انا مثلا اقول لعيالي اقول لعيالي هات عيل او عيالي عشان تقدر تربيهم كويس وما تطرقش نفسك ويعرف ايه؟ يمشي. يعرف يمشي. يعرف يصرف عليهم. اكيد ايوه. لكن لما اجيب 5 طبعا علمت كان الجو لسه بدري وكان الجو مرحوم شويه عند وقت. انما النهارده الدنيا بقت شديد شديد شديد. ايوه. يعني كتر خير اللي علم 2 1 3 مثلا. ما لو عندي 2 هعلمه كويس. ايوه. يعني برضه 5 و7. انما النهارده المصاريف بقت شديده. يعني طبعًا. الاول كان العيل بياخد له درس خدت بالك ب 25 جنيه ب 20 جنيه النهارده بيصرف 50 60 جنيه. 100 جنيه. ما تقدرش 100 جنيه في الدرس. ايوه. في الدروس الخصوصيه يعني غير المدرسه. طبعا. كله شغال كله دلوقتي بره بالجنيه والفلوس. ما اتعملت تجاره. تجاره يعني. تجاره. بس الدروس الخصوصيه كلها. ايوه.